هسه احنا بمطار اربيل متوجهين لبغداد لحتى نكمل مسيرتنا ويانا عمر رفل حمودي رند. مطار اربيل الدولي الى مطار بغداد ومن بعدها ان شاء الله نلتقي بالسيد محمد الحلبوسي ونامل خير للحمله ان شاء الله ونينا بسرعه. كلها اللي موجوده في محافظه نينوى وفي كل المحافظات الموجوده في العراق. وتريد توصل صوت المواطنين نينوى هو الاهم. هاي اهم شيء يعني. اليوم انا اريد اغير الصوره النمطيه اللي رسمت من سنه 2003 الى حد هاي اللحظه بين المسؤول العراقي وبين المواطن العادي. احنا اليوم جايين وجايب لك مشروع. هذا المشروع ممكن راح يشغل الكثير من العاطلين عن العمل من الشباب اللي موجودين في محافظه نينوى باجور ماديه قليله راح يؤدوا لك انجازات جدا عظيمه تعجز عن انجازها الكثير من الدوائر الحكوميه. انا داعم لكم، شنو اللي تحتاجوا ايدي بايدكم، شنو اللي نقدر نسويه انا حاضر وياكم وانتم شباب مرتبين ما شاء الله. هاي ورده من محافظه الانبار الى محافظه نينوى. شكرا لكم. حققت الامانه ومشروع المحليه ان شاء الله وان شاء الله ترجع نينوى ترجع باهلها الطيبين وترجع تتعمر واعاده الاستقرار فيها وترجع افضل من السابق ان شاء الله.